حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج رادار طارق، واليوم عندنا مسلسل والله ما نبي نتكلم عنه، لكن هو يحدنا يقول تكلموا عنه لأنه أحسن موجود، فإذا أحسن موجود يجيبون العيد فمضطرين نتكلم. راجع وزارة الداخلية بتعرفون فين؟ وزارة الداخلية؟ ما لقينا شيء. أنا اختلط علي الوضع، أحس بباب الحارة ولا أحس بإعلان من الإعلانات. لا والمشكلة يعني نسكرين يقولون وزارة الداخلية بس بوهتهم مباحث ما غيره. وشلون بوهتهم بوهت مباحث؟ يعني بالله ارجعوا لي المقطع خلينا نشوف البوهة. ما لقينا شيء. بوهتهم بوهت باب الحارة، بوهتهم بوهت الهيبة، يعني إلا المباحث. أنا أذكر مباحث من أيام الجالنت، عندي خبرة في الموضوع ذا. يقولك مباحث تنكرون مدريش، بس كذا لا. أنا رجال بيمسكون ولدي ولا بيمسكون أحد عندي في البيت وقال ما لقينا شيء، فهمت؟ أبطرده لأنه إيش لي مباحث. يلا مو مشكلة، هذه من أشياء نواجد تونا إحنا بنعود، لأنه صراحة زي ما قلت لكم في أشياء كثير ما ينسكت عنها. فخلونا في المسلسلات اللي البرومو أقوى من العمل. ليش مكلمتش؟ والمتهمة بجريمة قتل مع سبب الإصرار والترصد. احنا تكلمنا عن العذراء، وطالما انهم قالوا الاقوى، ما اظن الاقوى. لو قالوا الارخص تقشفا في الانتاج كذا صح. اللي ماخذ عقلك يتهنابه. كل اللي صار فيك وصبرك بين اللي انتش كثر تحبه. والله ايش فيك؟ لا صرخين، احنا في مكان عام. فيها ما ترد. كل لوكيشنات العمل ما فيها لا إيجار، ما فيها ذا، يا بحر يا شاطئ يا مركبة قوارب، يا عند نفس البحر، يا من جهة ثانية عند البحر، يا عند البحر بالليل، يا عند البحر بالصبح، يا عند المركب في الليل، يا عند المركب في الصبح، يا عند مركب ثاني اللي جنب المركب اللي جنب المركب ذاك. يعني إن كلها ما مدفوعة فيها أي شيء. شجون شافت البواب اللي تحرش فيها وهي صغيرة وتذكرت، فناوية تنتقم منه. الحماس حق الانتقام أحلى من الانتقام. خلينا نشوف الحماس، عيدوني الحماس. بس مسكت الطارة، مسكت دي 120 140 150 بتنتف الرجال إلا هو 70 قطعة. لأنه واضح إنه ماشي ثمانية، في مصقعت في الكرسي وقفت، يعني بدعس لي أحد ماني موقف. حتى طيحت الكرسي، طيحت ماشي ثمانية، 12 13 22 ما تعدت. يعني لو أركض جنبه وصقعت الكرسي يمكن الكرسي راح أبعد. هذه تهرب جوال داخل السجن، وظهر ميزانية العمل ما كفى. يعني ميزانية العمل أنا أتوقع، شوفون ما يعني ميزانية العمل، ميزانية العمل موجودة، هذه ميزانية العمل 100 ريال اشتروا جوال، مو بضروري شاحن، لأن في السجن إن شاء الله تزين الأمور، يعني نلقى شواحن إن شاء الله عادي. نسأل عسكري، أهم شيء الجوال مو فيه، أهم شيء إنه شاحن. نرجع نشوف الجوال عشان ندور الشاحن حقه. 100 ريال حق الجوال، ومية حقة الكرسي اللي انكسر أول، ومية حقة
حقه راعي المارينا حق اليخوت. راعي اليخوت يفتح في الليل، يفتح الظهر، يفتح المغرب، يفتح اشغله العالم. هذه 103. بقى عندنا 200 ريال، كيف نوزعها في العمل؟ وقف وقف. حلو، عرفنا المحقق اللي قبل شوي معطينا 150 ريال لأنه محقق. لو مزودينا 50 كان ركض ومسك الرجال، بس هم معطينا 150 بس. الله هديم ما أعرف بالله، وش وروني المحقق وهو يركض بس، لأن 50 دي اللي فرقت معنا في العمل. وقف وقف. لو أعطته 50 ذي كان فرقت الركضة، كان ركض الرجال اجتهد. أما تتفقون معه في العقد ب 150 أنه مفتش تلخمون تقولون ركض؟ لا، فالعمل الظاهر نكلف إنتاجيا 300 400 500، إن شاء الله الظلم شين 800 ريال. لا اللي قاعد نشوف كلف كم كلف مسافة 800. أوف صرفته والله. لا، بعد الفاصلة أوريكم كيف اكتشفنا. المسلسل العذراء، واضح ان في واحد قال بضبطكم تضبيط. انتاجيا اترك العمل عندي، كل شيء محلو. شو السالفه من انت كل مره كذي؟ ما ادري، تعال مسكي يا تعالي. البزر راقد، عيدوا لي بس عشان شغل المؤثرات يعجبني انا، المؤثرات الصوتيه ذي لعبه. شو السالفه من انت كل مره كذي؟ حظبطك ترى مو ضروري. كان نايم كان امسكي ولدك، وهو نايم امسكي ولدك وانا بروح اشوف من عند الباب. ما له داعي مؤثر الصوت ان البزر قاعد يصيح، والبزر في وجهنا راقد. يعني نصدق البزر ولا نصدق حظبطك؟ يعني نصدق من بالله؟ يعني احنا لو غيرنا العين بعد بشوف يمكن تمشي معنا صح. صدقت ان المديفر مثلا يعني اللي وراي الليوان، احنا رادار طارق، انا طارق الحربي ذاك المديفر. يعني حتى لو استضفت واحد ارهابي تصدقونه تمشي معكم؟ هذا نفس كيف تستخدم مؤثرات في المكان الغلط. تحكي قولي شنو في خزانتك قبل لا اقوم افتحها. والله حاعمل اللي انت عاوزاه، بس لا تورطيني. بس تحكي الحين في الخزانة في 10,000 دولار. والله 10,000 دولار دي اللي في الخزانة لو صارفين عليها في العمل كان سويت أشياء حلوة. لو ظل بدل ما هي قاعدة في الخزانة رشيتوها بعدين تحكي أعجبتني. ما أدري، نركز 10,000 دولار، سمعوني تحكي. تحكي قولي شنو في خزانتك قبل لا أقوم أفتحها. أداء هذه ظاهر ماخذة 200. رشيفه كان أداء حلو. اصرفوا، اعطوا المحقق زي ما اعطيته ذي، شغله حلو. اصرف فره في الاشعه يا جماعه. نحتاج ناخذ اشعه كامله مفصله. اشعه ذي ولا خدمات طالب؟ بالله ارجع ارجع. ما في شيء فوق راسه. ما شاء الله طلعت صورتك A4 عندنا، تبينها A3 ولا A4؟ ما شاء الله تبارك الله. حسيت ان ذا يعني كم نسخة ماكينة حقت خدمات طالب. في فلاش بس ما في شيء فوق. بعدين الأشعة فيها خطوط، قاعدين يغيرون أفكارنا. أنا قلت هذول قاعدين يغيرون أفكارنا في الأعمال، وكيف الواحد يعني إذا قال لي الدكتور رح جيب أشعة أروح خدمات طالب وأخذ أشعة؟ لا، في قسم أشعة في المستشفى،
في اشياء مختصه بس في اشياء نعرفها، ما في مخلوق ما سوى اشعه في حياته فعارفين. لكن تشكش 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 هذه لا، هذه 4 في 6 او ماكينه حقت خدمات طالب ذي الطباعه. انتاج مره انتاج غريب، انتاج غريب يعني لدرجه انه يبي يبهرك بس يورط. حداد شغل كانت لبست النظاره السوداء، كان قصدنا بالنظاره السوداء ذيك وبس والامور طيبه. ابد حداد قاعده تلحم الجدار. انا ودي 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 لو ودي الحين، بس عارف ان العالم تطورت، لو فتحت الطبلون وحطيت سلكين بعد طفت الكهرباء على المبنى، لان ايش؟ اي التماس كهرباء يطفى الطبلون. انا جديد هذه مو كل مكان، هذا كان سجن وانتاج منه. لكن ينزل شرار كذا كان، هذه جديده علي. مشاهد الحب برضو كانت محتاجه دفع فلوس. لما كنت بالسجن كل يوم كنت ادعي يا ربي عسى الله يفك عوقك، شكل رب العالمين استجاب لدعائي. الوقت يجمع بين المحبين. اختيار المواقع، طول العمل عندكم بحر، يوم جيت تغزل فيها رحت قعدت فوق تبن انت وياه، تبن ذا بتلخمون انا كابوي شوي حتى تبن الظهر مكبوب في طرف شارع عند مزرعه وقال لهم ذا اللوكيشن الحريقه. المدير والله مو مدير انتاج بس قال لهم تبن، ويعني الحب دائما تاكلوا تبن في لخمه بالله اعطوني منظر التبن هو منسدح. لو انه قال لما كنت في السجن انا كنت ماكل تبن، يعني حلو نقول ربط المشهد بال وين كان يتكي وي في السجن. بس اشتقت لك، وين نتقابل؟ عند التبن اللي في اخر الشارع. هذا والله حب التبن لقينا صدق. يعني انتبهوا يا اخوان، انتبهوا في اماكن لما بتغزلون فيها وين تروحون. لان ذكرى ذي، تذكر يوم اخذتني عند التبن جلسنا فوق التبن قعدنا نسولف مع بعض وانت تلعب بالتبن؟ مش ذكرى مخيسه. اقول له فاصل فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل، واليوم ضيفنا من المخرجين الثقيلين ومن الأساتذة في مجال الإخراج، وإحنا صغار كلنا نعرفه، وإحنا دائما ترى ثبتها بالعلاقات. يا أخي ما في أي واحد يجي يقول هذا الكلام. الأستاذ عبد الخالق الغانم منورنا. حياك حبيبي طارق، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، نحمد الله عليك. مبارك. مبارك عليك وعلى المشاهدين الطيبين. أنا سعيد في يوم من الأيام أني اشتغلت تحت إدارتك. في طاش مطاش 15 يوم كان عندي مشهد واحد كومبارس اقول كلمه واحده وما اعطيتني وجه ذيك الايام. لانك كومبارس كنت. كنت مقدر الوضع، كنت مقدر عشان كذا ما زعلت. سبحان الله. طيب استاذ عبد الخالق، كيف بديت الاخراج؟ والله انا يعني حقيقه من انا صغري احب التمثيل، يعني كنت يعني حتى وانا كنت اروح المدرسه، طبعا انا عشت في بغداد عشان تعرف حتى اللهجه واضحه علي، يعني تربيت في بغداد يعني حقيقة يعني. فوانا كنت أروح للمدرسة شايل بيدي كتبي وأتخيل أني يعني ممثل وأتخيل أني أصير نجم وعايش جو وأسوي كذا، وأترك الشنطة من يدي وأمشي أمشي مسافة بعدين أحس في شيء ثقيل كان بيدي. الشخصية أطالع أشوف الشنطة بعيدة طايحة هناك، والله العظيم اروح اجيب الشنطه واجي. ويوم كنت صغير بعد اصغر من كذا كان عمري حول 9 سنوات كنت اجمع المصروف حقي واركب باص اروح للسينما اشوف فيلم سينما وارجع. يعني من عشق. اي بالضبط، يعني انا كنت مبهور بهذه الشاشه الكبيره في السينما
اني اقعد في المقدمه وطالع راس الممثل هذا كبرى يعني ناس كبار وكل شيء كذا وطالع فيهم مبهور. يعني حتى وان كان عندنا التلفزيون طبعا تلفزيوننا ايام ابيض واسود اتوقع انه في ناس داخل جوا يعني يلعبون اللعبه هذه يعني. تروح تدور من ورا ادور من شو انه مو السي دي ولا كان ما تلقى حد. طيب طبعا كبر هذه الاشياء كبرت معي هذه الاشياء حقيقه. وايام المتوسطه اشتغلت مسرحيه يعني في نص كان موجود في القراءه واحنا نقراها كان اسمه صخره العطش. فحولت هذه القصه الصغيره الى نص مسرحي واشتغلته وانا كنت مخرج العمل. حلو اخراج من اخراج توجهت الاخراج بالضبط. فيوم دخلت المعهد فنون الجميله يعني وجدت كل الخطوات اللي عملتها سابقا كانت صحيحه اخراجيا. حلو يعني هذه على الفطره انا مخرج فطره ماشي صح. طيب بعدين بعد الدراسه طبعا جيت على المملكه وطبعا يوم جيت كان ما في شيء يعني حتى الأعمال السعودية تقريبا صفر يعني يعني يقدمون عمل مصري في فترة رمضان والفترة الذهبية يعني ما في أي إنتاج. لين شوية تطورت الحالة تطورت صاروا أنه أوكي يبون يدعمون العمل السعودي يعني وبدأت الأعمال السعودية مصالح. وكان في الدمام كان في حركة إنتاجية عن طريق تلفزيون الدمام موجودة هذه الحركة يعني كان في مسلسل النافذة الصغيرة أبو كلج كذا كذا عمل سمير الناصر وعبد المحسن النمر الأبيض والأسود هي زمان هي حتى كانت في حلقات طاشية يعني إنه يأخذون قصة قصيرة كذا ويتناقشون فيها ويحلوها يعني. حلو بعدين إحنا عرفناك في طاش مطاش وابتكرت سالفة إنه آخر التتر المخرج جالس كذا أيوة ترى اسمك ينكتب تحت ده. هو الحقيقة أنا شلون جتني الفكرة طارق يعني أنا يعني أقرأ عن مخرجين ما أعرف وجوههم يعني حتى يعني أي مخرج أقرأ عنه ما أعرف هذا شكله لو أشوفه يقعد بجنبي ما أعرفه كاسم بس كاسم بالضبط. فعملت سهرة كان اسمها الشمس كان بطولة عبد المحسن النمر وقصتها عن واحد يصاب بالعمى فيبتدي يفكر انه يرسم. حلو فعملت هذه السهره ومن خلال الفكره اللي في راسي انه ابغى اعرف نفسي انه انا المخرج فقلت يا اخي من حقي انا كمخرج مثل ما يطلع الممثل يطلع عبد الخالق يعني صح حق طبيعي يعني اعتقد يعني فحطيت صورتي التلفزيون اتصلوا علي قالوا ممنوع. ليش هو ممنوع؟ قال بس المخرج ما يطلع صورته يعني في شيء رسمي في شيء قرار يعني شكلي مو حلو انا على الشاشه ولا شيء اخوف ولا في الصوره. قالوا ما في. قلت اوكي شلت الصوره ركبت حطيت صوره كاميرا اخراج عبد الخالق وانتهينا على الموضوع هذا. يوم صار في طاش يعني انا عرفت انه ممنوع فيوم عمل اشتغلنا في طاش جزء ثلاثه هو بالضبط كان وانا طبعا كان في وقتها مدهوش في العمل والتصوير وكذا وكان ترى فتره شهر رمضان باقي شهر عليه صح تصوير التعميد كان باقي شهر اي شهر وحتى 13 حلقه عملنا فالشباب في التتر يسوون قالوا لي قلت لهم انتم سووا التتر قالوا لي طيب ايش تبي يعني وش تبي انت قلت له شوفوا جيبوا الكاركترات عبد الله والناصر الكاركترات وقصونها وركبوها وكذي يمكن لو تشوفها في 13 3 بتشوفها كذا يعني خلينا بنشوف فيديو. طيب اقطع كلامك خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوف الحين اي عن الموضوع اللي قاعد تقوله يعني يلا هذا 13 3 لا تتر الحين شوف. طيب اوكي هذه الصورة لاقينها احنا والله عفوا عليك برافو عليك شايفينها برافو عليك هذه الصورة شوفها انا صغير ترى شفتها لسه المهم الشباب انا اشتغلت هذه الحلقة على اساس عبد الله الناصر عندهم برنامج والمخرج يقعد يقطع مثل ما عندنا مخرجنا الحين بالكنترول يشتغل علينا تقطيع والاشياء فقلت انا اصير المخرج انا ممثل اساسا ممثل ترى انا عموما فالشباب عبد الله واحد اتذكر والله واحد واثنين شباب يشتغلون بالقفز قالوا لقينا لك صوره بنخليها مخرج قلت سووا اللي تسوونه لان انا كنت قاعد بالمونتاج وما لا عندي استعداد اراجع الاشاره ولا شيء فجابوا حطوا هذه الصوره والله شفتها والله زينه رزرزت واحد قال اوكي زينه يعني وطلعت وانا ماشي بالشارع
قمت أشوف الناس تطالعني يتكلمون معي على المعمل يتكلمون كذا، يعني أوكي حسيت فيه تجاوب. يعني أنت تعرف أن الممثل المسرحي يأخذ الرياكشن على طول، يصفقوا له الناس فهو ينتشي. أنا وين أنتشي أنا؟ أنا لحقني عشان أنتشي في صورتي وتنتشي. فحس قمت أحس أنه تقبل الناس معي بشكل طيب، ويحدث يقولوا لي كذا ويعطوني آراءهم ولا شيء كذا. قلت يا ولا تلزق الموضوع، أوكي ضبط معي اعتمد. يمكن السنة الثانية ما رضوا التلفزيون يطلعون، رجع مرة ثانية قالوا ممنوع، قالوا ما رضوا. والسنة الثالثة ما رضوا، لين طلعت على أم بي سي. إيه أم بي سي ما عندهم مشكلة. إيه واشتغلت الموضوع، اشتغلت توارز وكنت أسوي شغلات حلوة يعني، يعني إخراجيا يعني مثلا من ضمن العمل أجيبها. يعني إنه أنا قاعد أصور قاعد على كرين، كنت روكات ولا تقول كذا و... إيه وتطلع العمل ومشت معي. والحقيقة يعني أنا أصبحت يعني يمكن المخرج الوحيد اللي هو نجم أنا. يعني لأنه كان طاش أعلى نسبة مشاهدة، وطاش كان الأقوى. وكون أنت عارف إن الممثلين يقولون لك مشهد في طاش عن مسلسل في 30 حلقة بالضبط. يعني هذا الفكرة، يعني في ممثلين كان حسن عسيري سوى عمل بطولته وأربع نساء معاه. أيه وكل واحدة عندها الزود، يقول عندي الزود عندي. أيه واشتغل معانا في تيتا القفاتاك، القفاتاك عنا 10 مسلسلات بالضبط. اشتغل مسلسل، عرض مسلسله احنا طبعا هو حلقته ظهرت بعد يمكن الحلقة العاشرة، فهو ظهر مسلسل كامل 10 حلقات، بس طلع في حلقة 12 وابتدى التليفونات اتصال على حسن، وش هذا ايش قاعد يسوي؟ قال ايش مسلسل، انا عندي جايب اربع بنات كل واحده زوجها، كل واحده من الثانيه ما حد يتصل عليه، بس حلقه واحده في طاش. طاش كان غير فعلا، كان ينجم والله، طاش كان ينجم. طيب كيف علاقتك مع عبد الله وناصر اليوم؟ والله زينه علاقتي، حتى كان يعني هذا العمل الاخير انا كنت مع عبد الله، وعلى اساس اني اشتغل معه اخراج حلقات، فراح للتلفزيون قالوا مع عبد الخالق، قالوا لا ما نبي عبد الخالق. فعلك مشاكل انت، خلينا نشوف لقاءك وارجع، خلينا نشوف لقاء لك صغير ونرجع، واضح انك راعي مشاكل. اي واضح. سبب انقطاعك او عدم عملك مع النجمين ناصر القصبي عبد الله السدحان؟ ما ادري، ما جاتني دعوه من عندهم، هذا بشكل بسيط الجواب. ما جاتك؟ ما جاني دعوه يعني. كنت تتمنى انه لما اخرج عبد الله السدحان او انتج عمل انه انت تكون موجود معه او مع ناصر؟ لا مو بس كنت اتمنى، كان مفروض يعني، كان يفترض انه يعني تجي الدعوه من عبد الله، يعني على الاقل عندك زميل تعرفه كويس يعني. وطاش كان في بداياته، طاش في بدايته حقيقة كان طاش بسيط متواضع يعني، من دخلت أنا في العمل بديت أطور فيه وأنور فيه وأستخدم له التقنيات كذا. هذا لقاءك؟ أي نعم. هذا طبعا قبل الكلام، هذا قبل الكلام، هذا طاش هذا فلتر 2 اللي راح عبد الله على التلفزيون قالوا ما نبي عبد الخالق. طب ليش قالوا ما نبي عبد الخالق؟ يمكن شكلي تغير، صرت كبير وحلو يعني، حلاوتي راحت وبدي يغارون منك. لان انت عندك مشكله ثانيه، وهي يمكن انه بعد انتاجك لمسلسل سناب شاف، ايه والناس في الاخير تكلمت الناس وقالت العمل سيء، انت كنت راضي عن العمل؟ انا راضي حقيقه يعني، بس في اشكاليات صارت بالعمل. خلينا نشوف مقطع من سناب شات ونرجع في الاشكاليات. أوكي. لاني بس اذكر الناس في العمل. طيب يلا. في البيت انا اقابل وجهك بس يعني؟ ما راح تجلس في البيت، مين قال انك راح تجلس في البيت يا حبيبي؟ انت راح تشتغل في شركه زوج اختي. مين؟ زوج اختي. اقول لك لا تجيب السيره هذه بلا زوج اختي، ما زوج اختي والكلام الفاضي. ايش زوج اختك اصلا؟ هذا لا يحبني ولا انا احبه، ثقيل طينه. ها ثقيل طينه، كيف يشتغل مع واحد خفيف طينه؟ كيف تجي؟ كيف كيف؟ هذا من مسلسل سناب شات اللي اقول لك انا كان تقييمه سيء وانت راضي عنه. شو المشكله طيب؟ والله هو كان في وقتها الرقابه يعني اساءت للعمل حقيقه يعني. يعني حتى انا يمكن تهاوشت مع مدير الرقابه في وقتها، كان قبل هذا المدير الموجود حاليا قبله، فكان يقص بالعمل قصات يعني سيئه جدا بدون مراعاه لاي شيء. يعني يفتح الحلقه ويقصقص يقصقص. قلت له حتى اتصلت عليه قلت له ايش قاعد تسوي انت؟ قال والله ما عاجبني. قلت له ليش ما عاجبك؟ انت مخرج ممثل انت كاتب وشو؟ انت ذاك اليوم كنت موظف، انا شايفك ورقيات، انت تكبر وارد وصادر وكذا يعني، صارت يا اخي لا تخرب عملي، هذا كله ينحسب بوجهي. وزعل علي حتى خصم علي، غرموك مليون و200 تقريبا. ايه من بسبب ايش؟ مليون و200 سبب هو.
على اي مشهد لما جاء خصمك مليون و200 ولا قال لك العمل لا هو قلت له طيب الحين هذا انت بتحكم على العمل كامل، هذا حلقات منفصله، يعني يمكن انت ما تعجبك حلقه بس في حلقه زينه، يمكن حلقه مو زينه، في حلقه زينه، في انت عندك 30 حلقه فما تيجي تحكم انت على حلقه واحده ولا شيء. قال لا ما عاجبني انا العمل كله ما عاجبني. ايش ما عاجبك انت شنو انت؟ والله انت شنو ما عاجبك يعني؟ يعني انت هل عندك انت يعني في المهنيه انت شغال مونتاج مهني، انت مخرج مهني، انت ايش عندك لجنه ما عندك احد ولا هو الحاله؟ هو الحاله اجا وحاط جيد يا ابن الحلال. انا ما توقعت انا على سجيتي يعني طلعت يعني انه جيد. قال لي ترى رحت من رحت على الماليه قال لي جيد ترى معناته في خصم. قلت له ليه؟ قلت له خصم. رجعت عليه واتكلم معه قال عيه ما ركب راسه وعيه. فعشان كذا خصم منك مليون و200 وعشان كذا طلع وانا حاسب حسابي على انه انا انتاجي على الستة مليون اللي اشتغل فيها يعني انا صارف وادفع دفع على انه حتيجيني المبلغ هذا. فتفاجأت الخصم طلعت خسران يعني. طيب لانه صراحه الناس ما تدري عند التفاصيل يعني احنا كنا نتابع ما تدري. انا من الناس كنت تابع سناب شات واشوف الاعمال كلها بصراحه، من مشهد ينقلني في مشهد من مشهد ينقلني في مشهد. فلما اجي اقول ايش ذا الشغل اللي لا يقطع بشكل يعني مزعج مزعج يقطع تطلع ان المخرج سيء. اي طلع فعلا طلعت سيء انا يعني في مسك في وحده كاتبه نجد مسكينه كانت تبكي تكلمني على تليفون تبكي كاتبه الحلقه. لعبد الخالق هذه مو حلقتي. قلت له والله العظيم ادري بس ايش اسوي هذا الرقيب قام يقصقص فيها قالت كلمهم شوف لك حال شوف كذا. تهوشت معه يعني مزاج. احنا مشكلتنا شوف طارق مشكلتنا مزاج احنا يعني يجي واحد يحبك يشغلك واحد ما يحبك صفاتك على الجدار وكذا. طيب في الوضع التطور الحين الوضع الجديد هذا ان الحين عندنا صار مسرح صار عندنا سينما وزير اعلام جديد رئيس هيئه جديد واتوقع الاغلب اللي زي ما تقول لجان هذه كلها تغيرت ممكن نشوفك. انا ما دخلوني تلفزيون اتوقع انا عبد الخالق الغانم 25 سنه اروح للتلفزيون ما دخلوني تلفزيون طردوك من التلفزيون يعني الحين على البوابه. متى ذا الكلام؟ هذا الكلام قبل تقريبا سنه ما دخلت بعد ما دخلت التلفزيون. هاي البارحه ممنوع من البارحه التلفزيون. لا مو اسمي انا بغيت ادخل قال لي والله لازم تتصل باحد. قلت له يا ابن الحلال انا عبد الخالق الغانم. قال والله اعرفك بس هذا النظام. قال لي شوف اقرا النظام ممنوع دخول الممثلين وكاتبين بخط اليد والمخرجين اضافه الى المخرجين. اتصلت باحد ما حد رد علي تعرف تليفون موظفين حكومه. طب كان استغليت مره وانت داخل ذا اللقاءات تطلعن دائما في لقاءات التلفزيون السعودي ايش يعني؟ يعني انت تطلع في لقاءات معهم كان نفس الموقف استغليت ودخلت. ما دخلت انا كرهت التلفزيون وطلعت بعد في وقتها يعني حتى كلمت هذا الموظف اللي على البواب قلت له يا اخي يعني على الاقل تقدير يعني انا جاي ايش اسوي؟ انا جاي العب انا جاي اشتغل يعني بعدين انا 25 سنه يعني مروا علي 8 وزراء وكذا واحد وكيل وزاره مروا علي زين وانا باقي يعني مش معقول. قال لي والله عرفك والله عرفك يا عبد الخالق بس ايش يعاقبوني؟ للأسف يعني نوصل لهالمرحلة إنه أنا ما أقدر أدخل التلفزيون ولا في مكان. يعني أنا أقول لك ما أنا أمنعك من دخول التلفزيون وأمنع غيرك بس إني أقول لك هذا موقعنا أدخل احجز موعد أدخل مدري. أنا أقول لك يعني أعطيك بديل. أنا إيه قدمت مش ما قدمت مقدم على النت والمحتوى وال 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 إلى آخره بس ما يعني شفت الموضوع كذا أن انتظر حسيت نفسي واحد قاعد يشهد على البوابة بعد هالعمر وبعد هالإنجاز هذا. قلت له خلص ما بي. قال ادخل. قال أنا أتحمل المسؤولية. قلت له والله ماني داخل أورط كله وماني داخل أنا أصلا خلاص طابت النفس منكم بعد ما أدخل وطلعت ومن بعد ما رجعت يعني. يعني إن شاء الله أنت إن شاء الله السنة ذي يرجع أتوقع أنه والله قدمت عن قدمت عن طريق النت أنه قدمت ولا لا بس كلام. طيب وش رأيك في مستوى الأعمال السنة اللي راحت والسنة ذي اللي قاعدين نشوفها خصوصا في السبيسي؟ نفسها ما تغير شيء يعني احنا كنت انا حقيقة كنت اتوقع يعني في شيء حيتغير الموضوع نفسه يعني ما تغير شيء يعني مو الاكل واو تغير يعني ما حصل معنا يعني ما هي في مقابل المبالغ اللي قاعد تنصرف ما في بس اللي كان يعني عادل امام اللي اجى العام يعني يمكن هو كانت انه جابوا عادل امام على التلفزيون مبلغ ضربه انت تشتري انا هذا الموضوع عم اتكلم به مع مين؟ مع القزاز الله يرحمه. قلت له تبي عادل امام اجيب لك اياه
انا قلت له قلت له سوي مسلسل اجيب لك عادل امام. ما اعطانا وجه في وقتها الله يرحمه. طيب نبي نشوف مشهد وندخل نتكلم عاد نطلع من المحور. ايش هذا؟ خربوطه. هذا مشهد مسرحي. جاوبكم على المسرحية ذي. احنا نجيب. اي والله. بس انا والله مستمتع في الكلام فما ودي اني ارجع الفيديوهات كثير. اي. الا لما انتقل محور المحور. طيب. المسرح. الان انفتح عندنا المسرح. ووزارة الثقافة متبنية موضوع المسرح. وانطلاقتك مسرح. هل ممكن انك تركز في المسرح الفترة الجاية بما ان التلفزيون مانعينك ما تدخل؟ والله يعني أنا بديت أفكر بهذا الموضوع يعني عشان أنا أدخل مسرح. هذا طبعا شباب عاملين نص كذا خفيف لتجاري يعني أعرف شلون. أنا توجهي مش هذا التوجه. أنا توجهي مختلف. مسرح نخبوي. يعني مو نخبوي قدر ما هو أعطيك حالة جديدة شوية في المسرح. يعني هو دراما مسرحية. بس الجمهور ما هذه مشكلة الجمهور. يعني احنا مشكلة الجمهور يبي يضحك. يبي يضحك بالضبط. اي بس عطني يعني سالفة يعني اضحك على سالفة. ايه؟ اضحك فيه نص كويس فيه اخراج كويس. ايه بالضبط. يعني هو يعني انا احب اسوي شو احب اسوي شو مختلف. يعني كانت عندي مسرحية بغيت اسويها في عندي اسوي المسرح خلف نافورة. والعرض المسرحي يقدم امام النافوره وتطلع من النافوره تنين. عارف شلون في شغل سينوغرافي. ايوه احب كذا. انا احب اعمل كذا. يعني ايضا كانت عندي مسرحيه كتبتها بس ما نفذتها. انت تدخل على المسرح ما في مسرح. انت تقعد تدخل في مقهى شعبي. حتى الكراسي قديمه في تراب على الارض في مركب موجود امامك وفي مي. انت ادخلك في الجو. انا احب هذه الاجواء. يعني هذه تستفزني الاجواء. وتشوف حتى اللي تشوف صاحب المقهى قاعد يوزع الشاي وانت قاعد كمتفرج يجيك استكانه الشاي. عارف شلون. والعريش يشوف السعفعه فوق راسك قاعد يعني. والحب هذا حق يعني دخل الحضور في المود حق المسرح كانوا مشاركين في العرض. بالضبط كله. انا احب هذه الاجواء. احب ادخل يعني هذه الاجواء. هذاك ملعب استاذ ملك. بالضبط. انا احب اوريك شيء مختلف. هذه الأشياء أنا أقعد كل الأعمال المسرحية بعض الأعمال تطلع المسرحية. يعني الشباب فيهم الخير والبركة في مثل هذا الموضوع. فأجي أدحش نفسي بأن الشباب عامل زيهم يعني يا أسوي شيء مختلف يا بلاش منه يعني. طيب والسينما؟ السينما هو حلم حقيقة يعني أنا عشان برضو عبد الخالق عشان يسوي فيلم لازم يسوي فيلم عليه القيمة يعني. هذا اللي أقول لك. إيه يعني أنا يعني الحين قاعدين إحنا في مشروع فيلم سينمائي حقيقة يعني. مشروع فيلم سينمائي أوروبي. حلو. يعني مختلف تماماً عن كل ما تشوفه أنت. جميل. لسه قاعدين نشتغل على السيناريو. على موضوع السيناريو على موضوع الحدوتة وموضوع قصة وكذا. وقاعد نفتح آفاق جديدة يعني في عالم السينما يعني. يعني فيلم أبي أقدمه أنافس على أوسكار يعني. يعني إيه حلو. إيه يعني فيلم كذي يعني. وفي الأخير ميزة السينما شيء واحد. أيوه. إنه ما في تعميد. تشتغل أنت. إيه ما في. تحط أنت لا تراهن على الحضور. إيه بالضبط. إن الناس تحضر ترجع فلوسك من التذاكر. لسه طارق إحنا ما وصلنا إلى إنه يكون العمل السينما عندنا هو عمل صناعة سينما وتجارة. إحنا كل الشباب هو يعني تجارب بالضبط. هي ما تقول والله فيلم سينما مش فيلم سينمائي. فيلم سينمائي تعرف شنو فيلم السينمائي يعني سينما بس إحنا سنيمة رحنا مع الصالات الآن وإن شاء الله يعني قالوا الفترة الجاية في تقريبا حول 50 صالة بتفتح على مستوى المملكة والآن موجود فوق 18 يعني إن شاء الله بنوصل 150 على الحج 150 صالة سينما في السعودية. يعني الرقم حلو. اي بس احنا وش اللي راح تقدم اكثر الافلام راح تقدم الافلام الاجنبيه يعني زي دبي والبحرين وغيرها بنشوف سعودي. اي يعني شوف فيلم سعودي من هنا خفيف. فانت من تجي تدخل في ضمن هذا الجو تطلع انت صغير ترى صغير تطلع. اي استاذ عبد الخالق نورتنا حبيبي شرفتنا الله يخليك سعدنا فيك في محور صغير كذا صغير تذكرت الحين وهو الممثلين اللي طلعهم عبد الخالق الغاني هل يتواصلون معك لو فرضا انك
طلبتهم في يوم لك، خصوصا الشباب اللي اشتهروا مع عبد الخالق؟ والله حقيقة مش كثير، اللي صاروا نجوم خلاص بدأ يدق واسر حاول كذي تعال كذا. يعني حقيقة الحياة للأسف مصالح، صح؟ من جت المصلحة شوف الدق عليك تليفونات تركض وراك حقيقة بيجيبهم الله. اي والله الله يحفظك، نورتنا حبيبي. خلصنا؟ خلصنا ما شاء الله، بسرعة خلصنا. والله سولفنا كثير تحمسنا عنا. الله يحفظك، سالم مبارك والله، نورتنا. تحياتي لك حبيبي، نشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة على خير إن شاء الله.